لسه صاحي منهم دلوقتي يا لهوي. او ماي جاد. طبعا السرير ده اللي احنا كنا نبين عليه حته. اوه يا لهوي مين ده؟ ابو علي الراجل ده بص حركات ساره. حركات ساره والله ابو علي. انت اول شات مفتاح يا حبيبي. سرات المفتاح. طبعا لوي زي ما انتم شايفين دلوقتي انا لسه صاحي منهم والمنبه بص ده هو اللي صحاني. اوه يا لهوي المنبه بص اشتغل تاني. استني استني خليني بص ادوس عليه. ايوه كده الحمد لله. طبعا لوي زي ما انتم شايفين دلوقتي لسه صاحي منهم. انا ممكن اصحي الراجل ده. هي اصحى يا نوب. احنا دلوقتي علويه طبعا في العاب الذكاء والعقل. حتى لو جينا نبص هنا كده على السبوره دي هنلاقي بصوا طبعا العاب المخ. بصوا ده مخ انسان ده مخ ايه ده؟ انت هو مش مخ حيوان يا حبيبي؟ مخ حيوان هو ايه الحيوان ده حركات؟ انت هو مش ضفدع؟ ضفدع يا ابني مش دي الضفدع ضفدعي هي دي الضفدع. طب معايا انت المفتاح بقى عشان دايره. بصوا مكتوب ايه علويه؟ فايند ذا روم كي تو اوبن ذا دور. اوكي لازم نلاقي المفتاح ده. هي اللعبه طبعا مش كده هوريكم دلوقتي. او ماي جاد علويه خلينا بس نفتح البوابه. اوكي انا عايز افتح. وسع يا زعبولة. ابو علي افتح الباب يلا بسرعه. طب ما انتوا المفروض توسع. ايوه خلينا ندوس ايه. اوكي يا زعبولة يا دوب لازم يعدوا الاول. انت هو ابو تشابش يا حبيبي. اوكي دخلت جوه. هنا طبعا هنلاقي لغز تاني. المفروض ان احنا طبعا نقدر نهرب من الغرفه دي. ليفل 2 المفروض ان هنا في مفتاح. اوه نعمل ايه؟ اوه ثانيه في درج. ابو علي بص للدرج اللي تحته. طب بس خلاص ما تتنططش زي الفرعلوس كده. نبص في الدرج اللي تحت. يبي نجيب المفتاح. ممكن نفتح هنا كده الغرفه. سنة فرخة انا عايز افتح البواب. ليتس جو فتحت البواب. ايه ده لوي الحاو كانشش بياخد شاور. اه ميكا هو دي كشوشه مش هيغرق ولا مش في الميه. يغرق في الميه؟ لا مش هيغرق في الميه. ايه ده احنا ممكن ناخد البطه. الحاو يا لوي بص بدوس على البطه. بصوا كل البطه بيعمل صوت. الحاو حركات. اه ميكا انت هو ابو تشاز الشاور ولا ايه؟ استنى بس يا فرخه هو احنا نعمل ايه هنا؟ ابو علي تعالى بص ورايا الباب مش راح في طيرانه. لازم بص نعمل التلفزيون. تلفزيون. اوه الحاو بطه سودا دي البطه الشريره. بص على صوتها. او ماي جاد اسمعوا صوت البطه دي. بصوا صوتها لطيف لكن صوت البطه دي او ماي جاد. وانا زعبوله انت قصدك ايه؟ ابو علي تعالى ورايا. ابو علي انا عارف الطريقه تعالى ورايا. ايه ده ده الطريقه في الحباب ولا ايه؟ انت هو الطريقه ايه؟ البتاع ده يا لهوي الحقوا استنوا انا لقيت مفتاح. او ماي جاد ده علوي المفتاح في الحمام. يا حبيبيكا ايه بتش بقى بتش مفتاح ده قوي. اوكي ثانيه ممكن افتح انا كده بيو نستخدم دي. ابو علي تعالى التلفزيون. يا لهوي على الفرخه. ليتس جو. يا سلام امي يا جمال يا شباب. انت هو مش حد مش هياكل فرخه مش هيكسر ياشو. هو اللي اتكسر راسه. انت واد مالكش دعوه. طبعا يا لهوي بصوا في اكل. انت واضح حكايه تروح هتلاقي اي حاجه ناكلها مع الفرخه. انت هو مش ولا مش هيكسر ياشو. هو مش كاد فيه الفرخ مش ممنوعه. هو اللي الفراخ ممنوعه. وسع من قدام عشان بص لازم اكل الفرخه. انت هو مش ياشك مش هتكسر ولا ايه؟ ابو علي ما تسيبني الفرخه بتاعت هو الكاي. طيب يعني ما ناكلش فراخ يعني؟ لا ما شاء الله. هو بصوا شكل الفرخه اسطوري بصراحه. المفروض دلوقتي علوية طبعا مكتوب لنا هنا. اوه واحد بيجيش فراخ اهو تقريبا بيقول لنا بصوا ما تدورش في الخزنه. ثانيه نفتح كل الادراج دي عشان اشوف. اوكي افتح ده كمان خلينا. اوه بصوا هنا المفروض نفتح ده بمفتاح. طب نجيب منين المفتاح؟ ابو علي ايه ابو علي؟ اوكي وسع يا زعبوله يا دوب انت خلينا ضوء يا ابني وسع. ابو علي بص مكنه العيش. اوكي مكنه العيش. طب ما توسع. اوه بصوا المفتاح اهو. وسع يا زعبوله ما تبقاش تقف كده زي الفرعلوس. ابو علي بص انا معرفه. اوكي خلينا نفتح هنا. ليتس جو. بصوا لقيت ايه السكينه. هناخد السكينه دي نقطع بيها حاجه تقريبا. ابو علي هتقطع بيها بس الفرخه. او ماي جاد وادي حركات نقطع الفرخه. انت هو مش شكلت حاجه مش شكلت سياسه. صدق يا فرخه لازم نقطع. وسع حركات بس ثواني. المفروض ندوس هنا كده على الوين عشان اوه قطعت الفرخه. بصوا في الاطباق كل واحد حته. طلع لي المفتاح من وسط الفرخه. نقدر نفتح هنا كده ونهرب. هي اللعبه عباره عن الغاز اسطوريه. هنحاول نفتح البوابه. اوكي طبعا لما كل واحد بيعدي باب بنعمله من اول وجديد. دخلنا هنا بقى المفروض ان احنا نعمل ايه؟ ابو علي ورا التلفزيون بقول لك عليه لازم نشغله الاول. شغل التلفزيون؟ مين اللي قال لك يا زعبوله؟ ابو علي مرانا بص بيعيط. اوه الواد بيعيط قدام التلفزيون ثانيه. طيب ماشي خلينا ندور هنا كده هنشوف بس هنعمل ايه الاول. ليتس جو. مش لاقي حاجه وضع حركات. المفروض نعمل ايه هنا؟ انت هو مش انا مش فاهم اي حاجه. اوكي حركات فرخه مش فاهم حاجه. اوه تليفون. الو مين اللي بيتصل يا شباب؟ انت هو ابو شيف مش شاشه يا حبيبي. رصيد ايه بس اللي هم بيتصلوا على حسابنا ده؟ تعال دوق. اوكي المفروض ندور كده. زعبولة نعمل ايه؟ ابو علي تعالى ورايا. ابو علي انتوا مش فاهمين اي حاجه. تعالى ورايا بص عشان انتوا بس النوبات والله. انا اللي نوب يا نوب. انت بترجعنا ليه يا ابني؟ ابو علي ما قلت لك لازم الريموت. الريموت اه صح الريموت ده عشان شغلت. شكرا يا واد زعبولة. انت هو ابو شيف مش شيف يا حبيبي. حركات بص جه سرق الريموت عشان يروح يشغل توبيشن. وسع واد فرخه انا دلوقتي اقدر اشغل على الوقت. ايوه انا شغل التلفزيون. وات مش عايز اشغل. لازع بقول لك يا حبيبي. التلفزيون بايظ ولا ايه؟ ابو علي ده الريموت دلوقتي يا ابو علي ولا شغل
التلفزيون. اه اديني الوقت وادي فرخه، ادي الريموت بص للواد اللي قاعد عشان تشغل التلفزيون. انت هو مش هتشغل التلفزيون، هو مش هتشغل التلفزيون يا حبيبي. يا ابني ادي للواد الريموت وانت تشغل على مزاجك. اوكي اتفضل يا كابتن، خليني ادي له الريموت كده عشان هو يشغل دلوقتي التلفزيون. اوه شغل التلفزيون، بصوا جاب صوره كلب. ملناش دعوه بقى دلوقتي، هيتفرج على التلفزيون براحته. طب ازعبول احنا اوه في مفتاح، ايوه نجيب المفتاح ده وكده نقدر نهرب. ليتس جو كده، شغلنا التلفزيون وعملنا كل حاجه. خلينا بقى نفتح البوابه. اوكي عدينا بقى على المرحله الثانيه، يعني احنا دلوقتي عدينا من مستوى لمستوى، فهمتوا؟ في طبعا تفاح، احنا دلوقتي بقينا في الفصل يا درس. انا المدرس وانا فرخه، تعال بص عشان اتذكر دراسات. انت هو مش لاعب مش يحبك مش حبش دراسات اجتماعيه يا حبيبي. دراسات اجتماعيه ممكن اوه انا شغلت اللابتوب. اوكي يلا بقى اقعدوا بقى عشان هنشرح يا ابني النهارده دراسات. يا ابني المفروض ان انا اعرفكم مكان البلدان، ماشي حركات. انت اقعد يلا روح اقعد بسرعه، احنا دلوقتي في قاره ايه؟ انت هو مش يحبك في كايا. ايه كايا ده؟ ايه اللي ايه القاره دي؟ يا ابني القاره اللي هو البلد بتاعتك في انهي قاره؟ يا حبيبك كايا تيموس توس دي. هو ايه اللي قاره تيتوس؟ ايه الواد الغبي ده؟ واد يا زعبول انت واد يا فرخه، انت دلوقتي عايش في انهي قاره؟ انت هو مش يحبك مش هيحبك في كايا يا حبيبي. انا مش عايش في مصر ولا ايه؟ عايش في مصر والله يا ابني، ما انا عارف ان انت عايش في مصر. يا لو على الغباء، هو فاكر ان انا بقول له في قاره يعني في بلد ثانيه؟ قلت لك ده غباء معلم، سيبك منه. اه والله فعلا. ايه شنطه المدرسه دي؟ المفروض ان احنا بص نشيك على كل حاجه. زعبول لو احنا جينا هنا عشان ندرس بجد، بص على الشنطه دي، باك تو سكول، رجوع للمدرسه. الشنطه شكلها حلو، وفي برضه شنطه. اوه الحقوا، انا دوست على الشنطه طلعت لي حاجه. ايه علوي اللغز ده؟ بصوا التعبان اللي بيدرس كمان. انا بص ورايا يا معلم، المفروض تعمل كده والله. اجي وراك؟ طيب انا وراك اهو يا زعبول، المفروض نعمل ايه؟ ابو علي هنا، ابو علي بص بص كده على المفتاح. اوه بص المفتاح مستخبي فين؟ اوكي مين اللي مخبي المفتاح؟ اه حبيبك المفتاح مش مخبي مش في الدوجة ولا ايه؟ اوكي هنجيب المفتاح ده عشان نفتح بيه البوابه. لا سكو بسرعه حركات. بقول له انت دلوقتي عايش في انهي قاره؟ بيقول لي انا عايش في مصر. يعني ما انا عارف ان انت عايش في انهي قاره، يعني هو مش فاهم حاجه والله. يعني انا ما اعرفش قاره يعني ايه؟ هو التابع يعني ايه مش قاره مش دوبا دايت؟ هو اللي يعني ايه قاره دوبا دايت ده؟ انت عايز دوب والله. المفروض دلوقتي نفتح الخزانات ولقيت فلوس. ليتس جو نفتح كده، في دبدوب وفي بص شنط المدرسه تاني. ايه ده؟ هو احنا هنا ممكن ندفع حاجه؟ اوه بندفع هنا للثلاجه عشان تدينا كنز. خدت الكنز ده؟ والكنز ده تقريبا هنشربه، صح يا زعبولة؟ اه يا معلم، بس هتديه للراجل بس وتعدي. او ماي جاد، نديه للراجل. اوكي اتفضل الكنز اهي. اوه عدي دلوقتي. لا يا نوب يا نوب يا نوب، سرق بص علويا من الكنز وما ادانيش المفتاح. نجيب المفتاح منين يا زعبولة؟ ابو علي لازم تعمل زيي. اعمل زي ايه ده؟ ايه شغل القرود ده؟ انتوا طلعتوا هنا؟ خليني بس افتح كده، اعمل كده. لازم ما ينفعش افتح علويا، لازم اطلع كده ونحاول ان احنا. او ماي جاد دماغي معلقه. اوكي انا ممكن انزل الناحيه دي. طب ثانيه، ايوه لو عملت كده علويه. اوه لقيت بصوا حاجه، موبايل. يبي زعبولة المفروض ان احنا نعمل ايه؟ ابو علي هات التليفون بص وتعالى ورايا. اوكي في مفتاح، هات بص كله وتعالى. انت هو مش بقى مش مفتاح عمي مش موبايل ولا ايه؟ حركات المفتاح اللي معاك لونه ايه؟ انت هو مش برتقالي يا ابني؟ مش برتقالي يا ابني، ركز. هو مش هو مش افتكرت ولا ايه؟ مش لون الطماطم؟ لون الطماطم. طب انزل انزل انزل، ده انت فرخه. ابو علي تعالى ورايا، ابو علي لازم بص نرجع دلوقتي. احنا بص هنا كمان بوابه الخروج مقفوله ببصوا الخشب ده. طب يلا زعبولة ورينا هتعمل ايه؟ ابو علي تعالى بص في الصندوق بسرعه. بص في الصندوق ثانيه كده، وسع وادته. اوه في مفتاح، خلينا ناخد المفتاح. انا دلوقتي بقى معايا مفتاحين. اوكي انا ممكن افتح دلوقتي البوابه دي. ليتس جو، وسع زعبولة. استنى ابو علي خلينا ادخل بسرعه. واد زعبولة بصراحه بيساعدني عشان دي العاب ذكاء وعقل وحركات، انتوا عارفين ولا عنده ذكاء ولا عنده عقل. انت هو مش يا حبيبك ما عندي تمام مخي ولا ايه؟ عندك طبق؟ اه والله ممكن يكون عندك طبق ملوخيه. اوه بص المفروض نعدي من هنا. ايه ده؟ ايه البطه الجميله دي؟ اوه اللي بيلمس الميه بصوا بيرجع، بصوا اللي بيلمس الميه يروح ميت وراجع. طيب احنا هنحاول نعدي من هنا ونيجي هنا ونحاول نفتح الحمامات دي كلها. ابو علي بص دوس على البتاع. دوس على ايه ده؟ حركه فرخه بصوا دخل في الحمام. هنا ابو علي بص عندي. يا ابني ما انا بحاول ان انا ادخل. ثانيه خلينا ندخل كده. وايه يا حلو؟ اوه في هنا مقاشه ممكن ناخدها؟ انا خدت المقاشه انا اللي انضف الحمامات. ابو علي بص نضف الحمام عشان ما تقعش. اوكي انا بنضف فعلا الحمام. خلينا نبص هنا كده على الوين، ندوس عشان ما نقعش في الميه تاني. اوه ماي جاد نقدر ناخد البطه؟ البطه ما تاخدهاش. ايه الحاجات دي؟ اوه انا لو دوست هنا يا لوي. ايه على ده؟ دي مكنه المناديل اللي بتنزل لنا مناديل. اه دي اللي بتنشف ايدينا. اوه وقعت لي مفتاح يا زعبولة. ابو علي بقى اربع ساعات بقول لك دوس عليها يا ابو علي. معلش معلش سوري،
زعبله واقفه عشان ندوس عليها. المفروض دلوقتي ان احنا طبعا ننضف فينا كده الميه عشان ما نقعش. حركات فرخه بص عمال يقع في الميه كل شويه النوب. اه مايكا انت هو مش هتدفى ازاي يا حبيبي يا ابني؟ روح هات البقش يا ابني، ده انت غبي. المفروض نيجي هنا، بص هيموت برضه، هيموت كل شويه عشان هو مش عايز ينضف الميه. يا ابني نضف الميه الاول، انت هو مش الزبال يا حبيبي. من الزبال خلاص بقى هتموت. اوكي دخلنا في مكان تاني. طبعا يا علويه دلوقتي زي ما انتم شايفين دي العاب عباره عن ذكاء وعقل في نفس الوقت، بنحاول نستخدم الذكاء بتاعنا ان احنا نهرب. هي مش بس ان احنا بنلاقي مفتاح، لا المفتاح مش كل حاجه، احنا بنحاول نستخدم عقلنا في ان احنا نلاقي حلول في الاوضه اللي احنا محبوسين فيها او المكان اللي احنا محبوسين فيه. كنا محبوسين في مدرسه وقدرنا نهرب. اوكي خلينا نفتح الغرفه دي. بس يا فرخه اوكي خلينا نمسك كده. انت يا مش فاضيه. طيب ماشي. انا مش عارف الموبايل اللي احنا خدناه من الراجل راح فين بصراحه. اوكي خلينا نفتح كده. دوس على الكتاب. انا مش عارف في انهي كتاب يا زعبول، انهي واحد؟ ابو علي فوق، ابو علي فوق. ثانيه لقيت حاجه هنا، كان في حاجه هنا كده. اوكي خلينا ندور كده بايدينا. وات اوه الهوي، اوه ده فوق الكتاب يا زعبولة. ابو علي بقول لك بص دوس على الكتاب. اوكي هنفتح بقى هنا كده بسرعه. امسك المفتاح، خلينا ندخل بعد الواد زعبولة. يبي دخلنا في اوه بس عدينا منين على الواد ده؟ المكان اللي احنا كنا محبوسين فيه. الواد الكنشيش لسه هناك. انت هو بقى مش هناك يا حبيبي، عايز ترجع. بص على الواقع خلينا ما ينفعش نرجع. طيب انا ارجع تاني المكان ده اللي احنا كنا لسه فيه. التلاجه دي اللي جبنا منها طبعا العصير واديناه للراجل. اوكي المفروض دلوقتي ان احنا نفتح هنا كده الغرفه الحمراء دي. هي اللعبه بصوا جامده متكامله، يعني كل مكان له علاقه بالمكان التاني. ولقينا كروبار. كروبار ده اللي هنقدر نفتح بيه الخشب ده. اللي هو ايه، لو انت طبعا كنتوا بتلعبوا معانا كنتوا هتعرفوا تحلوا الالغاز دي. الالغاز بصراحه جامده وممتعه جدا. خلينا ندور هنا، مفيش اي حاجه. هنعمل ايه دلوقتي يا زعبول؟ خلينا ندور كده في الحاجات دي. اوكي يا اصل المكان ده اللي احنا كنا فيه، فطبعا مفيش اي حاجه هنا لان احنا دورنا في المكان. لا 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 احنا كنا في المكان التاني اللي هو عند الثلاجه. المكان ده احنا ما كناش عنده. ابو علي تعالى بص كده بقى، حاول تدور بس على اي حاجه. انا بحاول. اوه ممكن اخد ده؟ ما ينفعش. طب نحاول ناخد اي حاجه من فوق؟ ما ينفعش. يا عمايكا انت ما انت بس لازم ترجع ولا ايه؟ لازم نرجع. تقصدوا ايه؟ ثانية كده اما ارجع اشوف. انت هو مش هي مش هي يا حبيبي. ارجع اعمل ايه يا فرخة؟ انت هو مش الكوب في الشباك. شباك؟ انا البتاع بيرد، انا اطلع اجري عشان ما تتسببش في اي. انا رجعت. رحت عند المكان اللي عند التلاجة، حركتها اهو هناك الناحية التانية. هو تقريبا في حاجة احنا هنجيبها من ورا معانا، بس هجيب ايه من هنا؟ انا اصلا مش لاقي اي حاجة. ابو علي بس انت مفتاح والله، بس مفتاح اخضر. مفتاح اخضر؟ في يا ابني مفتاح ده قوي. حركات يا فرخة، تعالى كده انت عيل دوب والله حركات. جبتنا على الفاضي رجعتنا ليه مش عارف. ابو علي المفروض بس تجيب المفتاح الاول. ابو علي تعالى بص بسرعة. اوكي يا لوي ايه البوابة دي؟ يا نهار زبادي. ثانية ايوه بقى كده المفروض ان احنا هنعدي نروح عند الواد زعبول. تعالى يا نوب انت حركات عشان نروح نشوف زعبولة. فين الزعبولة المفتاح؟ هنا يا ابو علي بص فوق. اهو مفتاح اخضر، ليتس جو جبته. وده فرخه تعالى المفتاح. انت هو مش فاهم المفتاح ده يا حبيبي. هناك هناك تعالى ورا، انت قاعد بتبص على القطه. تعالى يا ابني ورايا تعالى اهو. بص المفتاح في الاوضه دي. يلا يا فرخه تعالى يا نوب انت، ادخل هنا كده وبص هتلاقي المفتاح الاخضر هنا. يلا يا نوب هاته بسرعه. اه مايكا انت هو مش مفتاح مش يامني ولا ايه؟ مفتاح يامني؟ انت معكش المفتاح الاحمر بيفتح الغرفه؟ انت هو مش مفتاح التبت مش يامني مش يامني ولا ايه؟ وعندك لما بوت ده انت عيل. روح هاته بقى من اللي هي بص الخزانه، الخزانه دي اللي كان فيها المفتاح. تعالى يا حركات يا نوب هنا المفتاح. وادي حركات دوس على دي كده هتلاقي فيها المفتاح. هو مش لسه ولا مش جبته؟ اوكي بص جاب عيل نوب مش فاهم حاجه. افتح يلا افتح بسرعه. انت هو مش مفتح ولا مش استنى. اوكي فتحه يلا هات المفتاح الاخضر من هنا. اوكي المفروض ان هو هيجيبه بعد كده. ناخد المفتاح الاخضر ده. زعبول احنا هنعمل ايه بالمفتاح الاخضر؟ ابو علي تعالى ورا. ابو علي سيبك من حركات عشان حركات بص مش مراكب. هو بص اصلا نوب. اوكي انا ماشي وراه. انت هو مش ولا مش كسر ياشا. المفتاح الاخضر هنا. المفروض ان احنا نفتح بيه بتاع الغرفه دي. وسع وادي فرخه. هنفتح بيه بص البتاع ده عشان هيدينا حاجه. اوكي ادانا مفتاح اصفر. ليتس جو. بصراحه زعبوله ذكي جدا معايا على الوي، لكن حركات الفرخه او ماي جاد على الغباء. انت هو مش مشانك يا حبيبي. طيب دلوقتي اتنقلنا فين؟ اتنقلنا لمرحله السوبر ماركت. احنا كنا في مرحله المدرسه بعد كده في مراحل ثانيه. بص دلوقتي احنا في مرحله السوبر ماركت. حركات النفوس جه معانا اهو. المفروض دلوقتي على الوين ان احنا نلاقي المفتاح اللي هيطلعنا من السوبر ماركت. خلي بص بص زعبولة. ابو علي انت بص بكل سهوله. والله بص انا ذكي. انت هو مش ذكي يا حبيبي. ذكي ايه بس؟ انت ما تعرفش اي حاجه عن الذكاء. اوه بص البطه. هنا بقى يا علوين المفروض ان احنا محبوسين في مصنع. في شاكوش. اوكي ما ينفعش ناخده. وده فرخه بص انا في شاكوش. انت هو مش شاك يا حبيبي. هو ده اللي انت فالح فيه والله. المفروض ناخد من هنا كده كروبا برضه. ما ينفعش. طب الحاجه ساعه ما ينفعش. طب المتر ما ينفعش. المفروض طيب نعمل اوه. بصوا بقى يا علوي احنا محتاجين تركيز.
المفروض دلوقتي ان احنا نستخدم حاجه حاجه عشان نقدر نهرب من المكان ده. البطه دي بصوا بتعمل صوت بس. طب نشوف البتاع ده الدهان، ومحتاجين مفتاح اللي هو نفتح بيه البتاع ده، وفي مقص. جبت المقص هنا بيقول استخدم المقص. فتحت كده ثانيه، احنا هندور بص في كل الكرتون اللي هو الصناديق دي هندور فيها. وادي فرقه المقص بسرعه. انت هو مش يحبك مش مش عارف مش عارف شيء. هو تقص شعرك ليه؟ هات المقص بس وتعالى. وعلي يا فاطم لما يجيب المقص هيقص شعر. اوكي احنا هندور في كل الكرتون عشان الكرتون ده هيكون فيه حاجه هنستخدمها. يا ترى هو لقيته هنا هنا. تعالوا هنا بص على الواقي، نفتح الكرتون دي هنلاقي المفتاح الاصفر. هنروح نفتح البوابه دي ونشوف ممكن نلاقي حاجه جوه نستخدمها في الحاجات دي. تعالوا كده احنا دلوقتي دخلنا فين؟ في السوبر ماركت. قلت لكم احنا في مرحله السوبر ماركت. ليتس جو اللعبه دي الاسكيب. الراجل ده المفروض وسع يا كابتن. بص على الواقي المفروض ان احنا طبعا هندي له حاجه تخلينا نقدر نعدي. بصوا كاشير كمان. كاشير بصوا بنموت لما بنلمس الليزر. طب علي ده محتاج بص ميه. ميه؟ ثاني محتاج ميه، ده عطشان. ميكا انت هو بقى بتجيب ميه؟ ميه ثاني. اوكي البتاع يا لوي ده الراجل نايم. ثانيه ده في ميه قدامه. انا لو رحت هنا كده اتفضل ميه ايه؟ بعد اذنك انا ممكن اعدي؟ ايوه شكرا. ما تشربش الميه، خليني اعدي الاول. يا لوي ده ما عدنيش. ده نصب عليه يا ابو علي. فعلا من ناحيه نصب فنصب النوب. منين اجيب له ميه دلوقتي؟ ده محتاج 2 ميه تقريبا، مش عارف والله. خلينا نبص على الواد دلوقتي ندور ونشوف نقدر نعمل ايه هنا. لسه معايا طبعا المقص. انا اعتقد بما ان معايا المقص انا ممكن اروح ادور تاني في الصناديق ممكن نلاقي حاجه ممكن نستخدمها. انا هفتح كده عشان المقص لسه معانا. اوكي ممكن يا علويه هنشوف اذا كانت خطتي فعلا صح ولا لا. خلينا نفتح فوق. اوكي مفيش حاجه. خلينا نفتح تحت بسرعه برضه مفيش حاجه. ماي جاد انا فتحت كل الصناديق تقريبا. ممكن بس نديها له. انت معاك ازازتين كده زعبله؟ عندك واحده كمان ايه؟ تعالى وادي فرخه كده بنشوف زعبله. فين زعبله؟ ايوه معايا قدامي. اوكي انا هاخدها اروح اديها للراجل كده. دي بص تاني ازازه لو ما خلتنيش تعدي كده. بص يبقى انت المفروض تضرب على ايه ده يا لوي. عدينا بقى لو سمحت. ماي جاد مش عاوز يعدينا ده برضو مش ثانيه 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 لقيت واحده زعبله. واحده هنا هنا بصوا اهي جبتها. ليتس جو اروح اديها له تاني. ممكن يكون لازم نديله عدد معين من الميه. اوكي امسك ازازه اهي كمان. عدي بقى بليز خلينا نعدي يا نوب انت. مش عايز يفتح لنا البوابه. في واحد كان نشنش هنا ماسك ازازه. اوكي انا هحاول اخدها منه. ايه ده علوي ده بيقول لي ما ينفعش. طب علي خلينا نشرب بسرعه. انا بص بستخدم المقص. هو ده احلى لي كانشيش ولا ايه؟ ماي جاد حلقت له شعره. بص علوي شكله عامل ازاي. يا نهار زبادي. اوكي خلينا ناخد الميه. ليتس جو دلوقتي جمعنا كل الميه اللي في السوبر ماركت. ارجوك خلينا نعدي يا نور. وات لسه برضه علوي. المفروض دلوقتي نعمل في حمام هنا. خلينا نروح بص للحمام. افتح كده. ده مقفول. حمام البنات مقفول. طب كل الحمامات مقفوله والراجل خد مننا كل المايه اللي في السوبر ماركت. انا مش عارف احنا دلوقتي المفروض نعمل ايه بجد. خلينا ندور مفيش حاجه. لقيت واحده هنا. بيو بص جبتها هروح اديها له. بليز ارجوك دي اخر واحده بليز. حتى مش كاتب لنا هو متبقي كام ولا هو عايز كام. في حاجه حصلت. سمعت صوت بيقولوا لنا ده يروح للتواليت. شربناه بص ميه كتير هيروح للتواليت. ليتس جو يلا فرقه. ميكا انت هو مش محتاج مش مفتاح ولا ايه؟ محتاجين مفتاح نعمل ايه طيب؟ انا محتاج المفتاح الاصفر. حاول حاول بص المفتاح فين؟ تحت ايد الواد. اوكي هات المفتاح بسرعه. ايه ده؟ ده نايم. يا ابني هات المفتاح. يا ابني استنى يا زعبله ما تصحوش. طب علي بقى احتاج المفتاح يا ابو علي. ثانيه ثانيه عشان هو بص دلوقتي دايس ايه بايده جامد فاحنا هنحاول بص نسرق المفتاح من تحت ايده. يا كابتن المشكله ان هو نايم والراجل التاني راح التواليت وهيجي دلوقتي. يا لوي محتاجين نجيب المفتاح. ممكن نبص ادوس من هنا كده. ثانية انت واد فرخة مش عارف اخده ليه؟ انت مش لازم تكون حرامي يا حبيبي. لازم اكون حرامي. ما المشكلة ده انا مش حرامي. حاول اسرق المفتاح. والله بص انا مش لاقي أي حاجة تانية ممكن استخدمها إن أنا أقدر أعدي. انت هو مش عارف شو؟ انت هو جابوه مش بتديش يا حبيبي. انت واحد ساعتك كتير. اوكي أدوس على إيه طيب يا دبات انتوا؟ يا فرخة فين؟ انت هو مش مفتاح مش قدامك يا دوب. مفتاح قدامي؟ ماي جاد مفتاح قدامي فين؟ ثانية المفتاح الأحمر بص مستخبي فين؟ يا نهار زبالة ما كنتش لاقيه خالص. المفروض دلوقتي نفتح بصوا كلين روم اللي هي غرفه اللي هو طبعا التنظيف. دخلنا غرفه التنظيف. ليتس جو نعمل ايه دلوقتي؟ في برتقاله. وادي فرخه وسع كده يا دوب. ممكن نيجي نستخدم المنبه ده. بصوا خد المنبه. انا بدوس اصلا على كل حاجه وخلاص. انت هو بقى مش هوا مش بشع ابو علي. بص في شاكوش. شعرك منكوش يا زعبوله. ايه بقى الغدر ده ابو علي؟ مش هقول لك تاني. بص على الواد مطلوب ايه؟ وانتد الراجل ده مطلوب اللي هو بص الاصفر ده. طب احنا ناخد المنبه. هنعمل ايه بالمنبه؟ انت هو ابو شاب احنا هنستخدم المنبه عشان نصحي الراجل ده؟
او نخليه طبعا بص على الويس ثانيه هنعمل كده اهو عشان نحط له المنبه ماشي بعد كده ندوس فيرفع ايده ناخد المفتاح من تحت ايده ليتس جو حلوه جدا الحركه دلوقتي نقدر نفتح لان الراجل كان واقف هنا راح التواليت يعمل حمام عشان شربناه ميه كتير هنا بقى نقدر نعمل الكهرباء دي تقريبا بص بيقول لنا دينجر ما نقدرش نعدي محتاجين كمان البنسه دي عشان نقدر نعمل الكهرباء نوقفها هنا بص قدامي اوه الحبوس البنسه فين اي شايفينها انا شفتها من هنا ليتس جو لو انا خدتها كده اقدر اجيبها نقدر بقى نقطع الكهرباء بيو اقطع الكهرباء دي عشان الليزر اوه نعمل ايه لا انا قطعت الكهرباء غلط وانا كمان طيب هو بص المفروض نجيب البنسه تاني اهو هندوس عليها وهنشوف هو بيقول لنا ايه المفروض بيقول لنا اقطع كات ذا كوريكت كيبل المفروض ان احنا نقطع اللي هو بصوا ايوه صح مرسوم هنا بص عليها باللون الازرق يبقى هنقطع اللي هو السلك اللي لونه ازرق ايوه كده معلي يا زكي وهنا كده يا علوي اللون الاخضر انت هو بتشعر بتاع حميمي اوكي وانا دلوقتي اقدر اعملها ليتس جو ايه ده لمسنا نيجي هنا كده على طول اوه الحق الراجل اللي في الميه ده احنا نطينا عليه يا لوي الازاز اتكسر او ماي جاد ده شكله سوري دلوقتي الازاز مكسور وبيرفع ايده كمان في الميه ده بيغرق يا علوي محتاج مساعده يلا واد الزعبل اسمك منه يلا معلم مساعدني دلوقتي بص بقى نقطع هنا كده اللون الاحمر برضو اوكي عشان مرسوم هنا عليها باللون الاحمر وبعد كده علوي هنقدر نقطع هنا اللون الاصفر نفس الطريقه برضو مرسوم اصفر قطعناه الليزر هيتعمل دلوقتي بقى نقدر ندوس على البتاعه دي خلينا نشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل احنا ممكن نرجع تاني لان احنا دوسنا على المفتاح فهم بص رجعونا اهم حاجه ان احنا كنا نفتح اللي هو المفتاح ده خلينا بقى نرجع تاني كده اما نشوف هو عامل ثانيه ممكن يكون بتاع الليزر ده ليتس جو هو فعلا بتاع الليزر بس دلوقتي عشان نفتح البوابه محتاجين مفتاح اصفر وده فرخه يا طرف المفتاح انت هو مش وانا ولا المفروض دلوقتي ندور في كل حته الحقوا بصوا في هنا مفتاح اخضر وده حركات ليك مفتاح اخضر بص في الزرعه هنا بص قدامك كذا عبولة ها عبيكا ها بص ما شفتوش ولا المفروض دلوقتي هناخد المفتاح الاخضر ده ونروح نفتح بيه اي بوابه تانيه ايوه البوابه دي على اللي هي الاونر اوفيس اللي هو طبعا صاحب السوبر ماركت عشان ندخل جوه ونشوف اللي جوه العاوه في بوزه لو دوست على البوزه هتشقلبني لا مش هتشقلب ممكن ادخل دلوقتي البوابه يبي دخلنا الاونر اوف اوه ايه كل الفلوس دي انت هو مش اي حد مش هيشم مش فلوس مش هيكسياشو انت واد اللي قال لك على المفتاح انت واد غدار طب علي دخل بسرعه هتفتح الاصفر اوكي انا بدور اوه في قطه اوكي احنا ممكن نشوف المفتاح هو فين المفتاح الاصفر احنا بس بندور اهو والله انت ما بتش لو انت مش هقولك يا حبيبي يا فرخه انت حركات خلينا ندور كده على الويب في الادراج دي كلها طب علي بنسرع معايا ايه ده لقيته ثانيه خلينا نشوف كده وسع الزعبله فين يا ابني في الدرج ولا فين فين يا ابني معايا بنت في الكود يا معالي كود ايه ده طب احنا منين نجيب اوه ممكن يكون في لغز هنا خلينا نفتح كده بس الدرج ده ونشوف في كود على الويب هنفتحه هنا فا او هنكتبه هيعمل لنا حاجه خلينا ندور كويس ممكن نلاقي الكود اوه لقيت مفتاح لقيت مفتاح لازم مفتاح لبني هاتوا مفتاح لبني ده وتعالوا ورايا اكيد الكود موجود في الغرفه اللبني اللي هي كانت هنا بص على الوي قد ايه افكار كتير جدا وحاجات ممتعه جدا للاذكياء فقط لو انت ذكي هتقدر تعدي بكل سهوله فاحنا ندخل هنا بصراحه لعبه ممتعه جدا استمتعت وانا بلعبها لان هي بتحتاج ذكاء هنا بقى على الوي هنحاول ان احنا نلاقي ايه ده بيقول لنا بص استخدم المقص 100% وات طب منين نجيب المقص المقص كان معانا اصلا واختفى معلم انا بص ادور على المفتاح المفروض يبقى في مفتاح الاصفر ولا اه بيكا انت هو مش ليتي اوكي ثانيه كده مش اوكي 6 8 4 5 ليتس جو انت هو مش كويس يا بيكا مش ست ما مش كابتن با يا ابني لا 6 8 ما تلخبطيش يا واد اقعد ساكت انت هو مش ولا مش مش تكتب مش استنى فرخه الاول بليز 6 8 4 5 اكتب ليتس جو المفتاح اهو او ماي جاد جبت المفتاح دلوقتي بقى علويا اقدر اروح للبوابة الأخيرة ونهرب من السوبر ماركت ليتس جو آخر بوابة افتح كده بقى علي بسرعة يبي هروب طبعا دلوقتي بصوا كده فين علوي كومينج سون لسه طبعا بيظبط مكان تاني احنا لعبنا دلوقتي المدرسة ولعبنا السوبر ماركت ولعبنا بصوا تقريبا حاجة تانية مش فاكر بس بصراحة اللعبة جامدة جدا تستاهل لايك بصراحة لو عجبتكم الحلقة لايك واشتراك في القناة انتوا كمان لو عايزين تلعبوا اللعبة هتظهر قدامكم دلوقتي مش عارف والله انت هو مش لعبه مش كروشيه ولا هي فعلا كانت جامده جدا اللعبه تظهر قدامكم دلوقتي على هي دي روح العبوا جربوا اقول لكم بحبكم من كل قلبي نشوفكم بكره ان شاء الله في تحدي تاني جديد اللي يقف عند اي حاجه يجي ايه ده انت واد انت بتعمل ايه انت هو مش كروشيه ولا مش كاسياتشو حتى البوت اللي في اللعبه عاوز تكسر راسه
انا ممكن ازقه عليه. اوكي يلا بينا نزقه، يلا نشوفكم بكره في الحد الجديد. سلام. واحد يعمل زينا كده ونزقه الراجل. انت وانت سيبونا زقه.